رحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني على قناة الرحمة، وما زلنا مع قضية الرحمة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. وكان كلامنا في اللقاء الماضي كله مركزا على قضية ألا نقنط من رحمة الله، وأن رحمة الله أوسع مما نتخيل. فرحمة الله وسعت كل شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلذلك وجب علينا أن نطلب الرحمة. فالرحمة تدخل في العباد الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كيف نستجلب رحمة الله؟ كيف نحصل على رحمة الله؟ إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، قضية استجلاب الرحمة ليست في أنك تقول يا رب ارحمني وخلاص، إنما الدعاء أحد الأسباب، ولكن دوما في المعاملة مع الله أول خطوة عليك. دوما في التعامل مع ربك جل جلاله الخطوة الأولى لابد أن تكون منك، لابد. هكذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل ثلاثة نفر فوجد الأول فرجة فجلس، واستحيى الثاني فجلس خلف الحلقة، وأعرض الثالث ومشى، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. هذه هي القضية إذن، أنك إذا أويت إلى الله أواك، وإن أعرضت أعرض عنك.
الخطوة الأولى دوما عليك، قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالخطوة الأولى دوما عليك، والبداية منك والتمام على الله. فلابد من عمل لتحصيل الرحمة. إن كثيرا من الناس تقول له صلي أو ربنا لما ربنا يهديني، اتحجبي لما ربنا يهديني، بطل سجاير لما ربنا يتوب عليه، إلى آخره من هذا الكلام. طيب بطل ويبقى ربنا تاب عليك. تقول له صلي لما ربنا يهديني، طيب صلي ويبقى هداك. تقول لا اتحجبي، تقول لك طيب لما ربنا يهديني، طب اتحجبي ويبقى هداكي، ويبقى كده اهتديتي خلاص. هي الخطوة عليك انت. ما احنا بنقول يقول لك الهداية مكتوبة، انت ما بتهديش حد، ده كله بإيد ربنا سبحانه وتعالى. طيب ما هو الرزق مكتوب برضو، ربنا سبحانه وتعالى كتب الرزق: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. لكن انت بتخرج تدور على الرزق، بتشتغل وتبيع وتشتري وتروح وتيجي وبتجاهد عشان تكسب رزقك. فنفس الشيء الهداية مكتوبة، بس محتاجة سعي، محتاجة اللي يسعى لها، اللي يوصل لها، اللي يبحث عنها عشان يهتدي. زي ما الرزق الهداية رزق، فنفس الشيء هنا في الرحمة محتاجة سعي، محتاجة عمل عشان تحصل هذه الرحمة. تعالوا نشوف وعد ربنا بالرحمة لمين. أول آية بتقابلنا في القرآن في قول ربنا جل جلاله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. والثلاثة دول الآمنوا وهاجروا وجاهدوا جم في أكثر من موضع. الموضع الثاني: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. الذين في سورة التوبة، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يبقى هم ثلاث حاجات: آمنوا، اثنين هاجروا، ثلاثة جاهدوا. الإيمان شرط في قبول الأعمال، جميع الأعمال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال سبحانه وتعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وهو مؤمن. لأن بيشكل عند كثير من الناس إن في ناس بتعمل خير وبيعملوا خير كتير للمسلمين وهم مش مسلمين. كان في وقت من الأوقات تجد قوافل طبية تخدم المسلمين وتعالج المسلمين وهم من الكفار. طب دول أجرهم إيه؟ اللي عملوا الأعمال الصالحة دي كلها، اللي اخترع البنسلين واللي عمل مش عارف إيه من هؤلاء الكفار، هو لم يفعل ذلك لله وإنما عمل ده خدمة للإنسانية. فالإنسانية ادته الشهرة اللي هو عايز، اللي هو عمل من أجله. الإنسانية ادته الفلوس اللي هو عايز، اللي هو عمل من أجلها، ادته كل اللي بيحلم بيه، اللي بيسأل عنه، اللي بيدور عليه، اللي عمل من أجله. فالشاهد أيها الإخوة أننا شرط قبول العمل وهو مؤمن.
يبقى نمرة واحد في الرحمة الإيمان، اتنين آمنوا وهاجروا. هاجر راح فين؟ يعني نهاجر من مكة للمدينة؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في الله. يبقى دي المقصود الآن، لأنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. في الهرج، في وسط المولد، في وسط الهيصة، في الهرج اللي احنا عايشين فيه اليومين دول، الفسوق والفجور والأفلام والأغاني والفلوس والنكد والهموم والنسوان، كل المولد الهرج ده، عبادة في الهرج كهجرة إلي، هجرة حقيقية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى نمرة واحد الذين آمنوا، اثنين هاجروا، أن تهجر ما نهى الله عنه، وجاهدوا في سبيل الله. أكبر الجهاد وأعلى الجهاد وأخطر الجهاد جهاد النفس. هذا الجهاد جهاد النفس، لولا أن الإنسان يجاهد نفسه لما يستطيع أن يجاهد الجهاد الأكبر اللي هو جهاد الأعداء والكفار. لازم يجاهد نفسه عشان يقدر يوصل لهذا الجهاد الآخر. فلذلك من أراد أن يرحمه الله، فنمرة واحد يكون مؤمن، اثنين يهاجر، يهجر كل ما نهى الله عنه، ثلاثة يجاهد نفسه في سبيل الله، فإذا يرجو رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، ساعتها ترجو رحمة ربك. اثنين الإنفاق بإخلاص. قال سبحانه وتعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. سيدخلهم الله في رحمته، الدخول في رحمة الله، وكأن رحمة الله كنف عظيم يدخل فيه فيشعر بالأمان. تأمل معي قول الله جل جلاله: سيدخلهم الله في رحمته، الدخول إلى رحمة الله. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، اليقين في اليوم الآخر، اليقين في الآخرة إنك هتموت وهتقابل ربنا جل جلاله وستصل إلى الله سبحانه وتعالى وستقف بين يديه ليس بينك وبينه ترجمان وسيكلمك ربك: عبدي لما عصيتني؟ هتقول له ايه لما تقف قدام ربنا كده ويقول لك انت عصيتني ليه؟ إذا مت النهاردة وفي إيدك سيجارة، إذا مت النهاردة من غير حجاب وتقابل ربنا كده ويسألك: عبدي لما عصيتني؟ هو ده اليقين في اليوم الآخر
مش قضية ان انت تقول امنت بالله واليوم الاخر، مش كلامهم. انت على يقين انك هتموت؟ اه طبعا. طب هتموت امتى؟ انا عايز اسألك، تحب تموت امتى؟ نفسك تموت امتى؟ طب لو مت دلوقتي تفتكر ربنا راضي عنك؟ هو ده السؤال، هو ده الايمان باليوم الاخر، صدق التأهب للقاء الله. القضية إذن مش ان انت مؤمن بالله واليوم الاخر، مشكلتك عارف ايه؟ انك انت حاسبها عندك دلوقتي 25 سنة، يعني قول قدامي كمان 25-30 سنة على ما اموت. انت حاسبها كده ومش حاسب انك انت ممكن تموت دلوقتي حالا. لا لا لا، اوعى تفكر ان انت حاسب انك هتموت دلوقتي. تعرف لو انت حاسب انك هتموت دلوقتي ما تبقاش قاعد معايا، تبقى مسؤول انك تتوب وتجهز نفسك للقاء الله. لكن انت مش حاسبها كده. انا عندي كام دلوقتي؟ عند 40، يعني قول واحد قدامه كمان 10-15-20 سنة. كل الناس حاسبها كده، وده الغلط. عشان كده موت الفجأة كسر هذه الأيام. ينام يروحوا يصحوه لو نام يقولوا مات. وكل واحد منكم، انت وانت وانتي وهم، كل واحد عنده قصة من القصص دي. يقولك ده واحد قريبي، ده واحد جارنا، ده خرج مش عارف حصل ايه، ده لقينا ايه. كل واحد منكم عنده قصة، اللي صدمته عربية، واللي وقع من القطر، واللي عمل حادثة، واللي مات وهو نايم، واللي شرب كوباية الحقوني بمية على ما جابوله المية كان مات. كتير كتير اللي من دول، لان كل حساباته غلط. عايز رحمة ربنا تبقى جاهز ومؤمن انك ممكن تموت دلوقتي حالا في هذه اللحظة. احد السلف يقول ايه؟ مذ عقلت، لم انطق بكلمة الا واعددت لها جوابا. ان سألني ربي لما قلت كذا اقول لكذا وكذا. لو ربنا سألني انت قلت كده ليه؟ اقول عشان كذا. طب انت جاهز للوضع ده؟ اصل لازم تبقى على يقين ان ربنا هيسألك سؤال واضح ومحدد وصريح. ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يبقى الشرط الاول الايمان، الثاني الهجرة، الثالث الجهاد، الرابع الإيمان باليوم الآخر، الخامس الصدقة، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. إنه يتصدق ويتقرب إلى الله ببذل المال بإخلاص، يبقى مخلص. يعني بتتصدق ليه؟ اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. قال رسول الله، انتوا بتصلوا على النبي ولا لا؟ طب صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك العلم. وتخيل انت، تصور معايا الموقف ده، انك واقف قدام ربنا وربنا بيقول لك عبدي آتيتك العلم، ماذا عملت فيه؟ قال علمته من أجلك يا رب، قال كذبت، إنما علمت ليقال عالم وقد قيل، فلا أجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم.
طب اعمل لكم ايه؟ ده شغل سعادتكم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اول، تخيل انت ان اول انسان يدخل جهنم عالم، معلم، داعيه، امام مشهور، مؤسس له اتباع، عالم ربنا شهد له بالعلم، اتيتك العلم، معلم ربنا شهد له انه علم، قال له علمت، مشهور ربنا شهد له بالشهر، قال له وقد قيل. ومع ذلك اول واحد يسحب على وجهه الى جهنم. ليه؟ لانه فقد الاخلاص. مشكلة الإخلاص مشكلة كبيرة جدا وخطيرة جدا. شوف الثاني، ورجل آتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك المال، أنا اديتك فلوس، فماذا فعلت فيه؟ قال يا رب ما وجدت وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، أنفقت. أنا عايز بس أثبت كلمة أنفقت. يبقى الراجل أنفق ولا ما أنفقش؟ أنفق. وأنفق في إيه؟ ربنا اداله فلوس، الفلوس دي ما صرفهاش في الحرام، ما انفقهاش في الباطل، ولا حتى في الشهوات المباحة. اللي بيقول له يا رب أي وجه تحب أن ينفق لك فيه أنفقت فيها لك. يعني أنا عرفت يا رب أنك بتحب المساجد بنيت لك مساجد، أنا عرفت أنك بتحب الأيتام كفلت أيتام، بتحب المصاحف كلامك طبعت مصاحف، إلى آخر. كل وجه تحب أن ينفق لك فيها أنفقت فيها لك. قال كذبت، أنفقت. يبقى التكذيب واقع على كلمة لك، لكن أنفق. يا خسارة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، يتحسر على الفلوس، ضاعت ولو انه انفقها الصح فيما يحبه الله، بس مش لله، لهواه، لمزاجه، لشهواته، مش لشهواته المحرمه، شهوه ان يتحدث الناس، وهي دي اللي مضيعه الناس. مراعاة نظر الناس وكلام الناس ومدح الناس، هي دي أكبر مصيبة يبتلى بها مسلم. إن يبقى كل همه قلبه متعلق، الناس بيقولوا عليا إيه؟ الناس رأيهم فيا إيه؟ الناس عايزين مني ايه؟ دايما هو مراعي نظر الناس. في حديث، كان في من كان قبلكم ثلاثة، اقرع وابرص واعمى، اراد الله ان يبتليهم، اراد الله ان يبتليهم. اقرع وابرص واعمى مش هم مبتلين؟ لا لا، دول مش مبتلين، البلاء الحقيقي بلاء في الدين. أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا للأبرص، فقال له ما تشتهي؟ قال له جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس. شفت المشكلة إيه؟ قد قذرني
الناس قرفانين مني، فلولا مراعاة نظر الناس لرضي بالبلاء. اللي دفعوا إلى الضجر نظر الناس، مراعاة نظر الناس. هي دي مشكلتك في الحياة. هي دي مأساتك في الدين، إنك أنت قلبك معلق بالناس، واللي قلبه متعلق بالناس معذب. لو لابس حاجة وحد قال له مش حلو عليك دي يتنكد، لو هو بيعمل حاجة وحد قال له للأسف يحزن ويتألم ويترك العمل. العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. لا تعمل من أجل الناس ولا تترك من أجل الناس، يبقى عملك لوجه الله وتركك لوجه الله. هي دي القضية يا ابني. انت مالك ومال الناس، واحنا مخلوقين عشان الناس، والناس ابدا لن يرضوا. قال العلماء ان رضا الناس غير مطلوب وغير مقدور، ورضا الله مطلوب مقدور. قال ابن القيم عليه رحمة الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس. يبقى لا يمكن، مستحيل يبقى مخلص اللي بيحب إن الناس يمدحوه. مشكلة كبيرة جدا. ولذلك اللي بيحب مدح الناس وبيخاف من ذم الناس لا يمكن يعمل اللي يرضي ربنا، هيبقى عمله كله في اللي يرضي الناس. هي دي مشكلة حب المدح، حب الثناء، الفرار من ذم الناس. ولذلك بيفسد العلاقات في البيوت دي. هو مع زوجته، هو بيجيب لها حاجة وبيديها الحاجة ومنتظر انها تقول الله ذوقك رائع، جزاك الله خير، والله انت بتجيب لي حاجة كتير جدا. لو هي خدت وقالت له جزاك الله خير وسكتت، يزعل ويحزن ويتألم وتفضل في نفسه، وممكن يفضل يقول انا نفسي اشوف في عينيكي بس نظرة امتنان. انت بتعمل لمين؟ لو بتعمل لله ما تنتظرش مقابل في الدنيا. احنا بنقولش ما تقولش، لا هي تقول، بس المفروض انها ما تفرقش معاك قالت ولا ما قالتش. يعني من باب الود والحب قولي له وقول لها، واحنا بنقول ده من اسباب السعادة الزوجية في البيوت، لكن بنتكلم فيه تعلق القلب بالكلام ده. تعلق القلب بهذا الكلام هو الخطر، انك تخدم حد وتنتظر المقابل. المقابل ايه؟ انه يشكرك، انه يمدحك. احنا امرنا ان نشكر من اسدى الينا خدمة، لكن لو لم يفعل نرضى وننتظر الاجر من الله سبحانه وتعالى. الاخلاص سبيل لاستجلاب رحمة الله. أيضا من أسباب نيل الرحمة طاعة الله ورسوله. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وقال ربنا جل جلاله:
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. اسمع تاني، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هي دي أولياء بعض. في نفس السورة، في سورة في سورة التوبة، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أما المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الولاء والبراء. الولاء إن يبقى كل المؤمنين أولياء للمؤمنين. سبحان الله العظيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هو دي الولاية الحق، أو الولاء والبراء، أن يكون الولاء للمؤمنين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يبقى الولاء للمؤمنين للمتقين، وده أول سبيل لاستجلاب رحمة الله، أن يكون ولاؤك للمؤمنين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لازم المؤمن من صفاته أنه غيور على شرع الله، غيور على محارم الله أن تنتهك، فهو يحب أن يطاع ربه، ويغار أن يعصى ربه. فلذلك كلما رأى خيرا لا يعمل أمر به غيره، وكلما رأى منكرا يرتكب أنكره ورفضه ونهى عنه غيره. ولذلك إخوتي قلت أن أخطر من زنا العين، اللي هم بيشوفوا كليب ولا بينظروا الى امرأة متبرجة في الشارع، او باخطر من الزنا اقرارهم للمنكر ده. لو انشرح صدره وفرح واتبسط، يبقى المشكلة الكبيرة جدا ان هو بيفرح ان يعصى رب. مشكلة، انت فرحان ان ربنا بيعصى؟ انت سعيد ان تنتهك حرمات الله؟ انت منشرح ان ترتكب الفواحش؟ ده اكبر من المعصية نفسها. لذلك تجد الذين يرجون رحمة الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.
أولئك سيرحمهم الله. التقوى بعد طاعة الرسول واتباع السنة تستجلب الرحمة. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، طاعته رحمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. إخوتي، أنا أحبكم في الله، أنا شايف وسامع وعارف، أيها الأحبة في الله، أيها الأحبة في الله، إن استجلاب الرحمة ليس بالأماني، وإنما استجلاب الرحمة يكون بالمقامات العالية. لذلك قال ربنا جل جلاله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. التقوى، والتقوى من درجات الإيمان العالية والمراتب الرفيعة التي لا تبلغ إلا بأن يترك الإنسان بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. التقوى أن يعيش الإنسان على حذر، حذر حقيقي. لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا هريرة عن التقوى، قال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فتلك التقوى. عمرك مشيت في طريق كله شوك، كله إزاز، كله أذى؟ عملت إيه؟ شمرت وبقيت ماشي على طراطيف صوابعك. أهلي التقوى إنك تمشي في الطريق لربنا على هذا الحذر. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. فإن قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. إخوتي، اسمحوا لي بفاصل قصير وأعود إليكم سريعا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. طلب منا دوما الأحسن، من الأعمال قبيح وحسن وأحسن، والله جل جلاله طلب الأحسن. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قال سبحانه وتعالى: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هؤلاء هم المحسنون. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تصور وأنت تعمل عملا والله معك،
يراك وأنت تعمل له هذا العمل. يعني أنت بتصلي لله وربنا شايف الصلاة اللي هتطلع له دي. فربنا جل جلاله كيف تحسن له هذا العمل، تتقن له هذا العمل وهو شايفك، شايف بتعمل له ايه. عارف يعني لما يكون صنايعي واقف مثلا بيدهن مكان وصاحب البيت او صاحب الشغلانه واقف وراه بيعمل فيها ايه، يحنتف ويظبط طول ما هو واقف صاحب العمل. الله صاحب العمل جل جلاله يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فيطلب منك الأحسن، وإذا صرت أحسن كانت رحمة الله إليك أقرب. أيضا من أسباب تحصيل الرحمة الاعتصام بالله. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. لا إله إلا الله. الاعتصام بالله، علماؤنا يقولون أن هناك اعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. الاعتصام بحبل الله الهداية في الطريق، والاعتصام بالله الحماية في الطريق. إذن هما أمران، هداية إلى الطريق وهداية في الطريق، واثنين حماية في الطريق. اعتصموا بحبل الله ليهديك الطريق ويهديك في الطريق. أما اعتصموا بالله أن يحميك في الطريق. أنت محتاج حماية وإلا تتخطف. اسمع اسمع ربك جل جلاله يقول إيه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل. يبقى اللي هيحميك من الشيطان الله، حماية، حماية حقيقية، حماية فعلية فعلا، انه يحميك من الشيطان ويحميك من نفسك ويحميك من الناس ويحميك من هواك ويحميك من البدع ويحميك من الشرك. مش الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، حاجة ما يشعرش بيها. هذه الحماية المطلوبة تأتي من الاعتصام بالله، فإذا اعتصمت به أدخلك في رحمته. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الاعتصام به سبحانه وتعالى أيضا من أسباب استجلاب الرحمة وأقوى الأسباب الدعاء. قال سبحانه: عسى ربكم أن يرحمكم. عسى ربكم أن يرحمكم. ربنا علمنا الدعاء في القرآن لطلب الرحمة. اسمع كده من أدعية القرآن، قال جل جلاله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال ربنا جل جلاله: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقل رب اغفر وارحم، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وكما علمنا القرآن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله حبيبه أبو بكر رضي الله عنه قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. سيدنا أبو بكر الصديق حبيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قال عائشة: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قيل فمن الرجال؟ قال: أبوها. فأبو بكر أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر حبيب سيدنا النبي قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور الرحيم. فالشاهد إن الدعاء مما تستجلب به الرحمة، إنك دايما تقول: يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، أسألك رحمة من عندك، أدخلني برحمتك في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وأدعية القرآن وأدعية السنة هي أفضل ما يدعى به وتطلب به الرحمة. أيضا تلاوة القرآن أو القرآن حفظا وتلاوة ومراجعة وتعلما وتعليما من أسباب الرحمة. قال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اتبعوا القرآن واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيضا قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. من أسباب استجلاب الرحمة الاستغفار. الاستغفار، قال ربنا جل جلاله: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الاستغفار، الاستغفار من أسباب استجلاب الرحمة العظيم. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أيضا قيام الليل،
من أسباب تحصيل الرحمة قيام الليل. قال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن لم تكن نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن لم يكن نضحت في وجهه الماء. رحمة، قيام الليل رحمة. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يقسمون الليل بين أهل البيت. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لما كان هو أمه لم يتزوج كان قاسم الليل نصين، هو يقوم نصف الليل وأمه تقوم نصف الليل. لما تزوج بقى قاسم الليل ثلاثة، هو يقوم ثلث الليل وأمه ثلث الليل وزوجه ثلث الليل، لكي لا يخلو البيت من قائم عشان يفضل البيت مرحوم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فالبيت اللي بيصلى فيه ويقام فيه الليل بيت مرحوم تنزل عليه الرحمات. أيضا عيادة المريض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. زيارة المريض إذا جلست عنده غمرته الرحمة. أيضا من أسباب استجلاب الرحمة أن تكون رحيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الرحمة، قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لذلك كثيرا ما نطالب حين نطالب بحسن الخلق برحمة الناس تقول: ما محدش بيرحم حد. ابدأ أنت أن تكون البداية منك أن ترحم الناس لكي يرحمك الله جل جلاله سبحانه وتعالى. هذه أسباب لاستجلاب الرحمة كثيرة ومتعددة، وبقي العمل بها وطلب الانتفاع بها. إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله، انتهينا من قضية الرحمة، وبقي علينا أن ندخل في الموضوع الذي سيكون منهجا للحياة مستقبلا بإذن الله تعالى في لقائنا الأسبوعي، وهو موضوع التزكية، فرع التزكية من فروع العلم المهمة والخطيرة، وموضوعنا فيه علم القلوب. سنشرح بإذن الله تعالى كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن هناك مقدمة مهمة وهي قضية أهمية علم القلوب نفسه، وأن علم القلوب علم من العلوم المهمة والخطيرة من علوم الشريعة، مش قضية الوعظ والتذكير، وإنما القضية قضية علم، أن يؤخذ كعلم. لشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد، المجلد العاشر في الفتاوى الكبرى، اسمه مجلد السلوك. فأول مجلد السلوك ده في رسالة اسمها التحفة العراقية. فأول سطور في التحفة العراقية شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ يقول: وأعمال القلوب التي هي مثل الحب والخوف والرجاء والتوكل
واليقين والرضا والإنابة والإخبات والخشية وأمثالها واجبة بأصل الشرع على وجوب على جميع المكلفين بإجماع أهل الدين. الكلام ده خطير ومحتاج يتعاد تاني ويتقال ويتفهم. الإخلاص عمل قلبي، والحب حب ربنا عمل قلبي، والخوف من ربنا عمل قلبي. أعمال القلوب دي محتاجين نتعلمها، محتاجين نتعلم إزاي نخلص. ياما قاعدين نتعلم إزاي نصلي وإزاي نركع وإزاي نسجد، إزاي نخلص، إزاي نخبت، إزاي نخشع، إزاي نخشى، إزاي نرجو، إزاي محتاجين. هذا علم، لو علم القلوب، علم القلب بقى إزاي القلب ده. العلماء يقولوا في النية، النية هي انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له، انبعاث القلب، إن لازم القلب يتحرك. القضية مش قضية إن يبقى قدامي مية وقول نويت أشرب، طب أهي قدامي نويت أشرب، نويت أشرب، خليني أقعد سنة أقول نويت أشرب أبقى شبعت؟ ما نفعش، ما حصلش. لازم اتحرك واشيل الميه واشرب فعلا عشان اشبع، عشان ارتوي. فالقضيه اذن مش في ان نويت اصلي، وانما ان القلب يتجه للصلاه. هو ده العلم اللي احنا محتاجين نتعلمه ونتبناه في قضيتنا هنا في لقاء الاثنين. و تكون البداية علم القلوب لماذا؟ أو أنا بسميه علم العلوم. علم القلوب ده اسمه إيه؟ علم العلوم. أكتفي على هذا في ليلتنا هذه، وذلك استعدادا للقائنا المرتقب مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وفضيلة الشيخ أبو أحمد محمد حسان، لندير بينهما حوارا بعنوان الشباب والالتزام، هموم وآمال. بإذن الله تعالى يأتيكم بعد ربع ساعة من الآن في 10:30 يكون هذا اللقاء على الهواء مباشرة لمعالجة قضايا الالتزام في حياة الشباب. أحبكم في الله وأستودعكم الله.